طب اسالكم على بيتسو موسيماني قبل ما نخش في حاجات كده في الترانسفير ماركت في اوروبا مم. بس ايه رايك في طريقه خروج بيتسو موسيماني من الاهلي؟ طريقه لطيفه جدا طريق... طريقه يعني طريق بالنادي الاهلي بحجمه وشعبيته وجماهيريته طبعا وادارته الكبيره وبيتسو موسيماني بكل ما حققه مع الاهلي من انجازات النهارده فيديو لطيف جدا حوار لطيف جدا الراجل فاتح الباب ان هو يرجع يشتغل تاني في النادي الاهلي وبالتالي برضو النادي الاهلي فاتح له الباب ان هو يرجع يشتغل تاني لو تلاقت طرقهما يعني اعتقد ان هما الاثنين كانوا محتاجين التغيير في الوقت الحالي وانا بصراحه لو هنيجي نتكلم عليه كتقييم فني فالطبيعي ان الاهلي دايما بي لما بيفكر في تغيير المدرب يبقى في نهايه الموسم ما افتكرش ان الاهلي قبل كده غير مدرب في منتصف الموسم من من وقت جريده يعني م. جريده بس هو اللي كانت ظروف الموسم ولان الاهلي خلاص كان خلاص يعني خسر الدوري بشكل شبه حسابي يعني ف أعتقد إن الفترة دي بسبب إن هو ممكن يكون مش حاسس بالدعم شوية، مش حاسس بالدعم كتير يمكن، هو كان مستني دعم أكتر إعلامياً أو دعم أكتر من ناحية الإدارة، وفي نفس الوقت الإدارة برضو أكيد متضايقة من فكرة تصريحاته الكتير، فكرة إن هو بيتكلم كتير، فكرة حواراته الكتير، فابتديت أحس إن إن حتى لو هما الاتنين العلاقة ما فيهاش مشاكل أو حتى لو هما الاتنين بيحترموا بعض، بس بقى تغيير مطلوب لأن الأهلي عنده موسم يخاف عليه م. يعني هو خسر بطولة الدوري أبطال أفريقيا بس لسه فيه دوري واتنين كاس صح. والمشكلة إن الاتنين كاس دول هيتلعبوا خلال الدوري م. فلو أنت خسرت واحد منهم الشكوك هتزيد أكتر م. والكلام هيزيد أكتر والضغط الإعلامي والضغط الجماهيري هيزيد أكتر م. فالأفضل مدرب جديد بصفحة جديدة يبتدي يلعب انا برضه مش عارف هل الاهلي ممكن يفكر في دلوقتي بشكل عامل ازاي يعني انا عارف ان الاهلي عجباه فكره تكرار تجربه فايلر بس فايلر كان جاي في بدايه موسم كان عنده فتره اعداد فكان كان عنده وقت كافي قبل بدايه الدوري يعني كان عنده بس ماتش السوبر هو اللي كان ماتش كبير قبل بدايه الدوري لكن في النهايه كان عنده فتره انما الاهلي مضغوط لان هو عنده بطولات كتير بينافس عليها هسألك عن رأيك بشكل عام عن الطريقة برضو اللي خرج بيها موسيماني من النادي الأهلي بس الملاحظ إنه دي تاني مرة على التوالي يرحل مدرب من النادي الأهلي طواعية مش الأهلي المشيه موسيماني وقبليه فايلر مش غريبة شوية بصوا خلينا نقول يا كريم إن نهاية موسيماني مع الأهلي كان لازم تبقى بالشكل ده قبل ما يحصل حاجة أكبر قبل ما م. العلاقة تبقى أسوأ ده أولا مع مدرب حقق إنجازات تاريخية نخرج بالمعروف يا بالظبط آه خرجنا بالمعروف مع المحاولات البداية في رأيي أو أبديت اكبر مشكله في الموضوع كان البيان ان احنا نجتمع مع مدرب الاهلي عشان نناقش بعض الامور مهما كانت ايه هي الامور دي تقدر تجتمع مع المدرب بتاعك كل يوم، مم. تقدر تتخانق مع تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها ولكن عادي ما بينك وما بين المدرب. بس هو الواضح ان البيان ده كان اشاره ان في دي من جانب الاداره من بيتسو موسيماني فانت بتنزل البيان ده عشان تقول اشاره للجماهير احنا متضايقين. بالظبط كده ده كانت البدايه ومعها يمكن موسيماني الشكوك اللي كانت قبل كده ان هو مش لاقي الدعم الكافي زي ما كان بيقول من الاداره بقى من النهايه الموضوع بدا يتحول ان هم قربوا يدخلوا في حرب مع بعض، مم. وارد يكونوا الحرب دي دخل فيها في الغرف المغلقه ولكن قدام الناس كان الموضوع بدا يدخل في سكه هتبقى مش لطيفه. مم. فكانت بالتالي النهايه ده الافضل مم. من طريقه بقى اضافه هنضيف حد في الجهاز الفني مدرب الاحمال او كل الكلام اللي اتقال، فكان النهايه افضل انها تبقى في الوقت ده رغم انها هتاثر فنيا او ممكن تبقى مشكله للاهلي مش هي مدرب في نص الموسم، ولكن ده كان الافضل قبل ما الصوره الكويسه علي الأقل من ناحية البطولات والإنجازات وعلاقة موسيماني مع جزء كبير من جمهور الأهلي تبدأ تتحول الي مشكلة كبيرة وهي الفترة الأنجح في رأيي في فترة رئاسة النادي الأهلي دلوقتي